عند التفكير في اختيار اسم للمولود الجديد، يتم البحث كثيرا في قواميس اللغة العربية والاختيار بين الأسماء الحديثة والقديمة، وفي كثير من الأحيان ينصاع الآباء وراء رغبة الأمهات والجدات واختيار اسم قديم له معاني طيبة. ومن هذه الأسماء نجد اسم إخلاص. إخلاص اسم علم مؤنث ومذكر، فهو من الأسماء المشتركة التي تصلح للإناث والذكور بدون أي خوف أو قلق، وهو يعني الصدق والإخلاص والأمانة، وأيضا الوفاء بالعهد والدين والكلمة، وهو من الأسماء الرائعة التي يحبها الكثيرون لما يحتويه من معاني رائعة. رأي الدين في اسم إخلاص: توجد سورة كاملة تسمى الإخلاص، وهذه السور تشهد بوحدانية الله عز وجل بأنه لا شريك له، لذلك يقبل الآباء على اختيار هذا الاسم لأبنائهم. كما أن هذا الاسم لا يسيء للدين الإسلامي في شيء، ولا يدعو لعبودية غير الله الواحد القهار. صفات من يحمل اسم إخلاص: سوف نذكر الصفات التي يحملها هذا الشخص الذي يدعى إخلاص، سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن هذه الصفات نذكر: أولا، من يحمل اسم إخلاص هو إنسان ذو قلب طيب رقيق، يتميز بالإحساس المرهف والأسلوب الراقي المتميز. ثانيا، كما أنه شخص له الكثير من صفات اسمه، حيث أنه يتميز بالوفاء والأمانة وحب التعامل مع الآخرين بالحسنى، ولا يرد الإساءة لأحد. ثالثا، شخصية إخلاص تتميز بحب البساطة وتكره التعقيد والروتين. رابعا، شخصية متفائلة تحب الحياة ومقبلة عليها، ولها القدرة على إمداد الآخرين بالطاقة الإيجابية. خامسا، يشارك في أعمال الخير ويقدم يد المساعدة للجميع. سادسا، شخصية اجتماعية تهوى تكوين الصداقات ويحب السفر والرحلات. سابعا، شخصية ترضى ربها وتتقرب إليه بالطاعات، كما أن بر الأبوين الشغل الشاغل لإخلاص. ثامنا، يعشق الحياة الأسرية ويخلص للشريك ويحب الأطفال جيدا. تاسعا، شخصية تعشق الهدوء وتحب سماع الموسيقى الحالمة وقراءة الكتب الدينية والعلمية. أخيرا، إخلاص يتميز أيضا بالذكاء الحاد، سواء كان بنتا أو ولد، ولكنه ذو شخصية لها مزاجية صعبة ومتقلب، ويصعب السيطرة عليه في بعض الأحيان، ولكنه سرعان ما يعود إلى هدوئه وطبيعته الطيبة. هكذا نكون قد وضحنا معنى اسم إخلاص وصفات من يحمله، ونكون أيضا قد أعدنا إلى الأذهان اسما قديما لكنه يحمل معاني رائعة يحبها كل شخص أن تكون في أبنائه. نحن في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم أسفل هذا الفيديو. دمتم بكل الخير والحب والإخلاص. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.